بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحببت أن أقدم لكم 4 استراتيجيات مهمة جدا لعلاج الخوف والقضاء على الخوف والقلق بشكل نهائي. اليوم الحقيقة قبل أن أبدأ بموضوع هذه الحلقة أود أن أعطيكم فكرة أيها الأحبة، ما هو سبب القلق والخوف عند الناس؟ اليوم الإنسان يخاف من عدم توفر العلاج، يخاف من الوباء، يخاف من المرض، يخاف أنه لا يستطيع أن يؤمن مستقبل جيد لأولاده، يخاف من الحروب، يخاف من الجفاف، من نقص المياه. الحقيقة الإعلام العالمي اليوم يضخ كمية هائلة من المخوفات، يخوف الناس بشكل دائم، لا يتحدثون أبدا عن الخالق عز وجل وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، لا يتحدثون عن قدرة الله، لا يتحدثون عن القضاء والقدر، لا يتحدثون أن كل شيء بأمر الله وهو القادر على أن يرزقك ويعطيك ويعزك ويغنيك عن الناس، هو القادر سبحانه وتعالى. للأسف الشديد هذا الإعلام الذي بدأ يشغل يعني حيزا كبيرا من أوقاتنا من خلال فيسبوك يوتيوب، والمشكلة أننا لا نختار المواقع التي يجب أن نستفيد منها. يعني غالبا أحدنا يبحث عن الأخبار التي فيها إثارة، فيها حروب، فيها خوف، هو يبحث لأن نفس هذا الإنسان توسوس. انظر أخي الحبيب، يجب أن تعلم جذور الخوف لديك لكي تعترف أن هناك مرض وتبدأ بالبحث عن العلاج، والعلاج هو في 4 نقاط سأقدمها لك إن شاء الله بسرعة. أول شيء أخي الحبيب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أمر من الله يقول لك لا تخف، اجعل خوفك من الله فقط، لا تخف من الظروف، لا تخف ماذا سيحدث في المستقبل لأنك قد لا تعيش للغد. لذلك الله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا أنت كنت لا تعلم ما الذي سيحصل في الغد، قد تموت وتفشل كل خططك، إذا لماذا أنا أفكر كثيرا؟ إذا أخي الحبيب، سبب الخوف هو الشيطان والنفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه النفس من صفاتها أنها توسوس لصاحبها، تريده أن يخاف، لأن الشيطان يريد أن يزرع في داخلك الخوف، بينما الله عز وجل يريدك أن تحيا حياة طيبة، حياة مطمئنة، حياة آمنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو ما يريده الله منك، يريد اطمئنان للقلب، يريد لك حياة سعيدة. والحقيقة الذي يتعمق بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة سعيدة جدا، يعيش حياة سعيدة ومطمئنة. لماذا؟ لأنه عالج القلق وعالج الخوف وأصبح همه الأكبر هو لقاء الله سبحانه وتعالى. لاحظتم أيها الأحبة؟ إذن بما أن الشيطان هو سبب الخوف يجب ألا أستجيب له. الإعلام العالمي من الذي يحكمه؟ مجموعة من الملحدين غالبا، يعني غالبا يسيطرون على هذا الإعلام، فيريدون أن يسوقوا لك الخوف والذل والهم والإلحاد والمثلية الجنسية أو الشذوذ أو الفاحشة، الخمر إلى آخره. كل هذا من مصلحة الإلحاد العالمي أن يغرسه في قلوب الناس وفي عقولهم.
طيب ما الذي سيستفيد هؤلاء؟ سيتحكمون أكثر بالبشر، لأن الإنسان عندما يخاف من الله يصبح له استقلالية، لأنه يخاف من الله فقط. أما عندما يزرعون الخوف من المستقبل من كل شيء، ستصبح أنت ألعوبة بيد إعلام وهمي يتحكم بك، بيد الشيطان. وبالتالي أخي الحبيب، أول استراتيجية أنا بالنسبة لي، هذا اجتهاد شخصي يعني، أراها للقضاء على القلق المخاوف، الإيمان بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان. نحن نعلم أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن بمجرد أنك تخاف، اعلم أن هناك ركن من أركان الإيمان اختل عندك، وبخاصة أن خوفك من شيء دنيوي. يعني هلأ سيدنا موسى عليه السلام عندما خاف، خاف على الدعوة، يعني خاف من أجل الله، لم يخف على شيء من أمور الدنيا على فكرة. يعني الأنبياء عليهم السلام، وبخاصة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان إذا كان لديه شيء من الخوف يكون على مصير الدعوة. إذا غضب يغضب من أجل الله، إذا حزن يحزن من أجل الله، كل حياته لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان سعيدا وكان مطمئنا، وحتى باعتراف أعداء الإسلام كان هو الأكثر نجاحا عبر التاريخ، نجح على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي والمستوى العسكري، وعلى كل المستويات كان ناجحا. إذن أخي الحبيب، حتى تكون مثل هذا النبي تنجح وتحشر معه يوم القيامة إن شاء الله، يجب أن تستكمل أركان الإيمان. وهناك شيء مهم أو ركن مهم من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقدر. طيب ماذا أستفيد إذا آمنت بالقدر؟ انظر معي أخي الحبيب، أنا لأفرض أنني أخاف من شيء، أخاف من قلة المال، أو أخاف أن أطرد من عملي، أو أخاف أن يضيق رزقي، أو أخاف من مرض معين، وباء معين أخشى أن يصيبني أو يصيب أحد من أهلي. طيب عندما أستيقن أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمر الله، وأن الله قد قدره مسبقا، أرتاح، لأنني لا أستطيع أن أفعل أي شيء أمام قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك الإيمان بالقدر يجعلك تطمئن وتهدأ وتسكن، لأنك علمت أن ما سوف يحدث هو مكتوب. ونحن لدينا أحاديث أيها الأحبة مهمة جدا، للأسف يعني قل ما نتفكر فيها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في أحاديث عديدة أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وأمره أن يكتب كل شيء إلى يوم القيامة. فجلوسي الآن وكلامي هذا مكتوب، وحركة يدي هذه مكتوبة، فإذا لماذا تحزن؟ إذا كان كل شيء مكتوب، برنامج كمبيوتر مثل أحداث مسلسل، وهذه الأحداث أنت تعلم مسبقا أنها ستقع لا محالة، فلماذا تخاف؟ هنا أيها الأحبة، يجب أن تدرك أن كل شيء في الكون قدره الله، ولا يحدث أي شيء إلا بأمر الله وبإذنه. حتى إبليس عندما عصى ربه واستكبر ورفض السجود، أبى أن يسجد لسيدنا آدم، هذا لم يكن خارج إرادة الله، هذا تم بإذن من الله سبحانه وتعالى، سمح له بذلك. لماذا؟ لأنه أعطاه حرية الاختيار، وهو يعلم أنه سيختار الأمر السيء، تماما كما أعطانا حرية الاختيار، وهو يعلم أننا سنختار الكفر، أو أن البشر سيختارون الكفر غالبا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك أنا عندما أدرك
أن هذا الأمر مكتوب، هذا المرض وليكن مرض السرطان مثلا، مرض قاتل لا علاج له. طيب إذا كان سيصيب هذا الإنسان وأدرك أنه لا محالة ولا مهرب من ذلك وأنه سيموت، طيب أنا مدرك أنني لن أستطيع تغيير قضاء الله سبحانه وتعالى، لأن الموت حق، والله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، ويقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا أنا يجب أن أسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما تسلم الأمر إلى الله ينتقل مركز التفكير لديك من هذه النقطة التي أنت تحمل همها وتقلق وتخاف، ينتقل إلى منطقة أخرى، أنني أفكر بما بعد الموت. وهذه هي الاستراتيجية الثانية، التفكير بالموت وما بعد الموت. ما دمت أنا اقتنعت أن كل شيء مقدر من الله، إذن أنا ارتحت، أعلم أن هذا الأمر مقدر من الله. طيب الخطوة الثانية أو الاستراتيجية الثانية، أنني يجب أن أفكر بالموت. القرآن ذكر الموت أكثر من 100 مرة، والقرآن ذكر الآخرة 115 مرة، والقرآن في معظمه يتحدث عن الآخرة وليس عن الدنيا. اقرأوا القرآن أيها الأحبة، يعني في معظمه يهديك للصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة طبعا. طيب لنأخذ آية على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. طيب متى سأموت؟ لا أعلم. طيب قد أموت غدا، إذن أنا لماذا أفكر ماذا سيحدث بعد شهر؟ يعني أنا لدي مشكلة سأعالجها بعد شهر وأخشى أن أفشل في علاجها. طيب لماذا أفكر؟ قد أموت قبل أن أصل إلى ذلك اليوم. فالتفكير بالموت أحبتي في الله هو منهج نبوي على فكرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا عندما كان يخلد إلى نومه صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. إذن هو يفكر، إذن في ذهنه الموت، يفكر أنه قد لا يستيقظ، وهذا كل يوم. طب عندما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. طب إذن هو يفكر بالموت، وكان يقول أكثر من ذكر هادم اللذات، وكان يقول أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، وافعل ما شئت فإنك محاسب. يعني التفكير بالموت يخفف القلق إلى درجة كبيرة جدا أيها الأحبة. طيب الاستراتيجية الثالثة أحبتي في الله، الثقة بالله. طيب ماذا سأستفيد إذا وثقت بالله؟ سأقول لك أخي الحبيب، أنا أخاف من مشكلة سأتعرض لها، وقد تكون هذه المشكلة وقعت بالفعل وليس عندي حل، مشكلة في البيت، في العمل، في الشارع، قد تكون مشكلة مادية، مشكلة نفسية إلى آخره. طيب عندما أثق أن الله لا يختار لي إلا الخير أرتاح. قد يكون من وراء هذا الشر الذي أراه شرا هناك خير. طيب لنقرأ هذه الآية، الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب هذه آية مهمة والله، تصلح كشعار لعلاج الخوف. إذن أنا عندما أخاف من شيء لأنني أظن أن فيه شرا، قد يكون فيه كل الخير وأنا لا أدري. إذن هذا يعطيك تفاؤل، حتى عندما يمرض الإنسان في أشد أنواع المرض يتفاءل لأن هناك خيرا بعده سيأتي، لأنه مستيقن بكلام الله، مستيقن أن الذي يكشف الضر هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله.
إذا كنت قلق من موضوع الرزق تذكر هذه الكلمات: وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن الله عز وجل إذا أراد أن يصيبني بهذا الخير لا يرده أحد ولا يمنعه أحد. هذه الثقة بالله وبكلام الله ضرورية جدا أخي الحبيب، وإلا قد تجد أناسا يملكون الملايين ولديهم كل شيء من متاع الدنيا ولكنه يعيش حالة قلق، لا يستطيع النوم إلا بالحبوب المهدئة، وقد يلجأ للمخدرات ليتمكن من استمرار حياته. لماذا؟ لأن المال أخي الحبيب إذا لم تبتغي به وجه الله سينقلب نقمة عليك. الصحة والعلم الذي أعطاك الله إياه إذا لم تبتغي به وجه الله سيدمرك. لذلك أخي الحبيب الثقة بالله ضرورية. طيب بقي شيء أخير، الاستراتيجية الرابعة التي أنا أقترحها يعني، وأنا طبعا أطبق هذا الكلام يعني هذا عن تجربة شخصية. إذن قلنا الإيمان بالقدر رقم واحد، التفكير بالموت اثنين، الثقة بالله وبكلامه سبحانه وتعالى ثلاثة، أربعة الثقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا سأستفيد إذا وثقت بكلام النبي؟ انظر أخي الحبيب، هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث تريح الإنسان، يعني ملخص سأعطيك ملخص هذه الأحاديث لأنها بالمئات يعني. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن كل شيء مكتوب على الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد أن كل شيء مقدر ومكتوب. فأنا عندما أثق بكلام النبي أرتاح، لماذا أشغل بالي بشيء سيحدث؟ سيحدث يعني لا مفر من ذلك وفيه خير. طيب ماذا قال لي النبي عن أنواع البلاء؟ يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد خيرا بالعبد أصاب منه بلاء، مرض، فقر، أذى، ظلم، يتعرض لظلم، هذا الله يريد به خيرا. إذن الله عز وجل يكتب للعبد منزلة عنده لا يبلغها بعمل، فيبتليه بما يكره، يبتليه بما. هذا الكلام أكده النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أحاول أن أعطيك خلاصة لهذه الأحاديث. فعندما يبتليك الله بما تكره، طيب ما هي المشكلة التي تتعرض لها؟ إما مشكلة مادية اقتصادية، مشكلة مرض، مشكلة مع الزوجة أو مع الأولاد، مشكلة مع الأهل، مشكلة في العمل، مشكلة مع جارك، هذه مشاكل التي يتعرض لها الإنسان. خوف من الحرب، خوف من عدم الأمان، خوف من عدم الاستقرار. طيب كل هذه المشاكل هي نوع من البلاء، يعني يجب أن تنظر لأي مشكلة أنها بلاء من الله أصابك بها لأنه يريد لك الخير. إذا أراد الله خيرا بعبد أصاب منه، وإذا أراد الله أن يرفع منزلة عبد عنده ابتلاه بما يكره حتى يخرج من هذه الدنيا نقيا من الذنوب، درجته عالية جدا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. طيب إذا كان ثمن الجنة أنني سأتألم قليلا فأهلا بالألم. إذا كان ثمن الجنة أنني سأتعرض لأذى في سبيل الله فأهلا بهذا الأذى. إذا كان هناك جنة خالدين فيها أبدا. فإذا هذه التقنيات الأربعة التي أقترحها اليوم أخي الحبيب تقضي تماما على الخوف، صدقني. مهما كان والله لو أن الدنيا ستدمر في الغد، لو أنه ستحدث حرب نووية ستفني العالم، لن تقلق لأن همك الله وأنت مع الله وأنت تنتظر لقاء الله أصلا. لذلك أنا أضيف
آية أنا أحب دائما أن أكررها وأتذكرها كل يوم على فكرة، وأحبك أن تحفظ هذه الآية: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرجون لقاءه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.